خير يا دكتور. صباح الفل. حضرتك. شكرا يا شادي. اتفضل. شكرا. عفوا. شكرا. ليه اروح لدكتور نفسي اقعد اتكلم معاه او معالج لما ممكن اقعد مع حد من اصحابي هنا اشرب حاجه ودردش وخلاص؟ ليه ممكن اروح لحد في وقت معين بزمن معين علشان اتكلم معاه؟ الحقيقه العلاج النفسي انا بحبه جدا، وبحسه هو عمليه ابداعيه قويه بتطلع من البني آدم أحسن ما فيه. لو جينا نعرف إيه هو العلاج النفسي، فهو العلاج النفسي عبارة عن علاقة بين اتنين، علاجية ليها ضوابط معينة ما بين شخص عنده خبرة وبيشتغل على نفسه اللي هو المعالج أو الدكتور، وبين شخص في محنة محتاج مساعدة. العلم بيقول إن البني آدم سوشيال، بمعنى إن هو شخص اجتماعي. المخ بتاعه علشان يشتغل كويس بيحتاج يبقى بيتفاعل مع مخ ناس تاني. المشكلة ان احنا في المجتمع بتاعنا عندنا شوية مفاهيم مغلوطة جدا عن فكرة الجلسات النفسية والعلاج النفسي. غالبا بتتقال في التلفزيون وفي الافلام الشيزلونج ان حد يتكلم عن العقد بتاعته، ان الدكتور يبقى مكشر وبيقعد يحلل كلامه، بس الحقيقة ده اتغير جدا. العلاج النفسي تفاعل وانتر اكشن بين الاتنين. من الافكار المغلوطة عندنا انه عبارة عن دردشة، والممكن اعمل الدردشه دي مع اي حد، او ان هو عباره عن علاج بالكلام والفضفضه. العلاج النفسي بيستخدم الكلام، الكلام عن نفسي، كلام عن مشاعري، كلام عن صدماتي واحداثي المؤلمه، لكن مش معناه ان هو دردشه بس. المعالج الشاطر بيساعد البني ادم انه يكون نفسه ويطلع من الازمه بتاعته. طيب وسط الكلام الكتير والزيطة بتاعة الجلسات النفسية والعلاج النفسي، أعرف منين إن أنا المعالج بتاعي ده حد كويس وأمين؟ مهم جدا إن أنا وأنا رايح لمعالج أبقى عارف هو دارس فين ودرس قد إيه، لأن القعدة مع البني أدمين والشغل على نفسية البني آدم ده حاجة صعبة جدا وحساسة جدا. في ناس بتقعد سنين علشان تقدر تاخد شهادة إنها تقعد مع بني آدم. حاجة مهمة كمان إن أنا أطمن للمعالج ده لو عنده ضوابط معينة. يعني أنا كمعالج ما ينفعش أبقى قاعد هنا في الكافيه وأعمل جلسة، ده ضد القواعد والقانون خالص. محتاج أكون في مكان علاجي مترخص للأساس ده، محتاج يبقى ليه مواعيد ثابتة ويبقى ليه مقابل مادي حتى لو مقابل رمزي، بس علشان العملية العلاجية تبقى بين اتنين بطريقة مهنية. ما ينفعش بأي شكل من الأشكال ان يكون ليا علاقة او اتصال بيني وبين المعالج برا أوضة العلاج، وما ينفعش يبقى في علاقة تانية. يعني ما ينفعش ابقى بروح للدكتور بس بينا بيزنس برا، ده كده معناه ان في مشكلة في العلاج النفسي بتاعنا. مهم كمان وانا رايح لمعالج او دكتور نفسي ابقى عارف ان اللمس ممنوع تماما، وأي حاجة فيها خرق للقواعد والأحكام دي محتاجين نحمي نفسنا منها. العلاج النفسي مين محتاجه؟ إحنا كلنا كبني أدمين زي ما قلنا محتاجين إن إحنا نبقى بنتكلم مع حد وبنعبر عن مشاعرنا وأفكارنا. بس لو أنا حسيت إني عندي مشاكل معينة، زي إن أنا مثلا عندي مشكلة في تنظيم مشاعري، عندي غضب شديد جدا، عندي قلق شديد جدا، عندي نوبات من الهلع شديدة جدا، أنا ساعتها محتاج معالج. لو أنا عندي مشاكل في العلاقات، مش عارف أعمل علاقات كويسة، عندي مشاكل في علاقاتي بصحابي أو بعيلتي، لو زوجين عندهم مشاكل محتاجين يروحوا لمعالج. لو أنا في تاريخ حياتي في صدمات وحاجات مؤلمة جدا أنا ما تعافتش منها ولسه مأثرة عليا دلوقتي في صورتي عن نفسي، في مودي، في تعاملاتي في الحياة، ساعتها أنا محتاج معالج نفسي. لو أنا عندي بقى أعراض، يعني عندي اكتئاب، عندي قلق، عندي أعراض وسواسية، ساعتها أنا محتاج طبيب نفسي. ده فكرة العلاج النفسي أو العلاج بالكلام. بس جزء برضو أنا بحتاجه هو العلاج الدوائي واللي بيوصفه طبيب نفسي. المجتمع بتاعنا عنده شوية مشاكل مع فكرة العلاج الدوائي النفسي، إن عنده أفكار مغلوطة تماما، زي مثلا إن العلاج ده إدمان، إن هو بيلعب في كيمياء المخ، إن اللي بياخده ما بيقدرش يبطله. كل الحاجات دي هي حاجات متوارثة والناس عمالة تقولها وهي مش حقيقية خالص. فكرة العلاج النفسي هي فكرة إنسانية في الأساس، كلنا محتاجين علاقة قريبة أقدر أكون نفسي تماما قدامها. في جملة مشهورة جدا بتقول لو حد اتأذى جدا من كل الناس وهو بيكبر في طفولته يكفي علاقة بشخص واحد بس يقبله زي ما هو. اتنين
خير من واحد لأن لهما أجرة تعبهما. كمان في سفر الأمثال بيقول الخلاص بكثرة المشيرين. إحنا محتاجين ناس، محتاجين علاقات حميمية من أول أصحابنا لحد علاقة علاجية حقيقية أكون فيها أنا. عشان كده بقى أنا هضطر أسيبكم واروح العيادة.